مخاوف كثيرة من انتشار عدوى الفيروس التاجي في الوسط التربوي ببومرداس، لا سيما وأن العديد من المؤسسات التربوية سجلت حالات إيجابية مؤكدة تزامنا والدخول المدرسي ما استدعى غلقها تحفظيا كما هو الحال بالنسبة لمدرسة باكور بزموري. نحن لم نخاف بالدرجة الأولى على أنفسنا الأنفس تاعنا قبل أن نخاف على التلاميذ، لأنه التلاميذ بدرجة الأولى الفيروس ما يكون حامل الفيروس لكن لا يظهر عليه الأعراض. لو وقفنا وكنا حازمين في البروتوكول هذا وكنا واقفين مع أولياء التلاميذ، نكونوا واقفين مع المدرسة هذه باش نطوعوا ونعاونوهم إن شاء الله ونوعوا أولادنا يكون كافي. وأمام عجز الوصاية والسلطات المحلية في تنفيذ البروتوكول الوقائي بشكل يومي، تولت بعض الجمعيات المحلية تعقيم المؤسسات وتوزيع الكمامات والمعقمات مع الحرص على قياس درجات الحرارة لدى التلاميذ والمعلمين وكذا المترددين على المدارس، حفاظا على سلامة وصحة الأفراد والحد من انتشار الوباء في الوسط التربوي. العملية استحسنها الأولياء والمعلمين أيضا ودعوا إلى تكثيفها وتعميمها عبر كامل المؤسسات التربوية. البروتوكول هذا ربي يبارك، ثم شغل شو أنا نشوفه في التباعد الجسدي الله يبارك، ولا شغل راه منظم باحكام. تخدى واحدة ضد المعقم وقصد الحمى، ومن بعد كي تخدى بعد على بعض باش فستاش البارد. طمئن التلاميذ وندعو مديرية التربية بطبيعة الحال إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية. مع ضرورة توفير الوسائل لتمكين العاملين من التحكم في تنفيذ البروتوكول الوقائي بشكل يومي ودوريه.